تفضل. الشكر لك نجيب وعلى هذه النافذة الجميلة من خلال هذه الفعالية التي تخدم فئة عزيزة وغالية علينا وهي فئة اليتيم. طبعا مشاهدينا نرحب فيكم من جديد في برنامج صباح الخير يا كويت، ولقاء مميز مع شخصيات جميلة الكل حبها. اسمحوا لي نرحب بضيفي وضيوف اليوم الفنانين عبد العزيز الحداد والفنان طارق العلي، حياكم الله. الله يحييك طارق. طبعا اول شيء اشكركم على تواجدكم معنا في برنامج صباح الخير يا كويت، ادري مشاغلكم وايد وقعدت الصبح شوي صعبه، فحياكم الله من جديد مره ثانيه في صباح الخير. لا بالعكس، قعدتونا قبل اللقاء روح نخلص اشغالنا. ابو حمود انت كل شغل واسال الله يعطيك الصحه والعافيه. طبعا امس الفن العربي الخليجي فقد شخصيه وقامه، حتى منشطات الصحف كتبت فارس الفن ترجل عن صحوة جواده، وهو فنان قدير الراحل رحمة الله عليه أحمد الصالح. شو تقول في هذه المناسبة؟ والله نقول الحمد لله، يعني الحمد لله هذا قدر رائع يعني كلنا لها، لكن لا شك قضية تفقد شخص عزيز وقريب عليك ومؤثر يعني شيء محزن جدا، خصوصا الحياة لن تتوقف، لكن فقدت شيء. يعني يمكن احنا نتكلم بس نعزي ولا نقول ولا، يعني انا البارح قاعد اكلم عياله يعني الاستاذ والاخ وليد، وتشعر في الايمان في قلبه يعني كبير جدا، يستقبل التعزية بروح ان الاب هذا اعطى الكثير واعطى العالم، ومهما قلنا لهم وعزيناهم هذاك يقول يعني هذه واحده تقول حق فارس كبير فقد احد اعزائه، فتقول له تبكي يعني انت فارس اسمه اميمه، يقول لها كفي ملامك يا اميمه ما المعزي كالثكولي، ذوقي اميمه ما أذوق وبعدها ما شئتي قولي. يعني مهما كان إحنا أقرأ، لكن أنا أحمل هذه الكلمات والعزاء لأهله وأبنائه، وخصوصا أبناء قريبين عندنا حتى من مستوى عائلتنا، حفيدته أخت بنتي، وهذا يعني الحقيقة شيء مؤثر، لكن لا نريد أن نحزن أكثر وإنما نطلب الرحمة والغفران. أسأل الله يرحمه إن شاء الله. طبعا شخصيتنا الفنان الجميل طارق العلي أبو حمود طبعا دائما يحاول أن يبث البسمة وأيضا الفرحة لكل متابعينا ومحبيه، لكن في شغلة ما تعرفون عنه أنه حساس وأيضا يتأثر بكل موقف حتى لو بكلمة صغيرة تأثر عليه. أبو حمود شو تقول في هذه المناسبة؟ هذه القضية طبعا يعني هو أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا الطريق يمكن كلنا ماشيين يعني، والفنان الكبير أحمد صالح يمكن أبو محمد قاعد معاه وعاش معاه يمكن الجيل الذهبي، وعمل معاه أعمال كثيرة. وليد مثل ما تفضل يعني ما بيزيد عليه، تكلمت مع الأخ وليد ولده ونعزيهم ونعزي أسرته، وكنت بطمن عليه وخذت رقمهم بأمريكا، كلمني عبد الله ولده وقال لي والله الحين في بالعناية المركزة وهذا، قلنا راح ندق عليك ونطمن، لكن أمر الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى الله يغفر له ويثبته في السؤال ويسكنه في سيح جناته، وفعلا يعني يلهم أهله الصبر والسلوان، وهذا اليوم فقيد الكويت وفقيد الخليج والعالم العربي، إن الله يغفر له إن شاء الله ويرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم امين. رحمة الله على الجميع. يعني اخ محمد انا الحقيقة ما توقعت ان طارق موجود اليوم في الاستديو، لانه كان في موقف البارح حدث يعني مؤثر جدا اثر فيني انا شخصيا. والله كنت اتمنى انك موجود طارق. صحيح. لان البارح كنت اقدم مسرحية في مهرجان المونودراما. نعم. وكان المهرجان يحتفل، ففوجئت بحركة الحقيقة يعني جميلة فعلا، يعني طفرت الدمع من عيني، بأن عن طريق نقابة الفنانين الأخ طارق تبرع بشخصه بجائزة مالية وكبيرة جدا باسم الفنان أحمد الصالح. تقدم أبو حمود، هذه عوايد أبو حمود. فالحقيقة يعني أنا الأمانة يعني صحيح بيننا علاقة وبيننا حب وبيننا احترام، لكن تضاعف هذا إلى أرقام غير عادية لما يكون إنسان في مثل هالموقف وفي هذا الزمن وفي هذا الوقت وفي هذه اللحظة. الحقيقة يعني
عذر اني فعلا اقدر هذا الرجل التقدير اللي يستحقه. شكرا لك استاذ خالد. اول شيء شكر لله ونقابة الفنانين هي للفنانين اكيد. واليوم لا اخفي دور اخونا الدكتور ربيع الفلتشاوي رئيس النقابة والاعضاء الدكتور عنبر وليد وخالد محمد وخالد امين الفنان خالد امين وجمال ردهان وطبعا خلف العنزي المخرج. الحقيقه يمكن احنا كان امس افتتاح مهرجان الدراما الاخ جمال له نهني على الافتتاح. والحقيقه كلمه معالي وزير الاعلام وزير دوله شؤون الشباب الشيخ سلمان محمود صباح الله يحفظه ابو صباح هم في مقدمه الحفل او كرعايه يعني كان اكثر عن الفنان الراحل احمد الصالح. الحقيقه احنا قاعدين ف وطبعا ايضا العرض الجميل اللي قدمه ابو محمد مهم مجامله وانا دائما اخاف من هذا الرجل اخاف من افكاره يطلع لك بشغلات حلوه يعني مو شيء جديد. اي ابو محمد مبدع والحقيقه يعني هم الباب من باب الشيء يذكر ان مشاركه اسماء كبيره مثل عبد العزيز الحداد ابو نعم. محمد جاسم النبهان الله يطول عمره في مهرجانات قل وجود ومشاركه الفنانين الكبار كممثلين مو مشاركين بس يحضرون أكيد. يعني اليوم احنا نشوف فقعدت نسولف ويا وهذا الجائزه باسم النقابه طارق العلي كلنا كل النقابه نعم لان اليوم صحيح. احنا نتكلم باسمنا كلنا حتى هذا الرجل ساهم فيها نقابه الفنانين فهي مناسبه حزينه لكن امس صوره الفنان الراحل موجوده على المسرح فقلنا خلاص اذا هي النقابه من جزء من طبعا ندعم الاخ جمال ومع الاخوان اللي دعموه ايضا حلو نقابه المهرجان فقلنا ليش ما نسمي الجائزه هذه باسم الفنان الراحل احمد الصالح. حلو الله يعطيكم العافيه ونشكر ايضا نقابه الفنانين على هذه البادره الجميله. احنا راح نتوقف معاكم فنانينا وراح نشوف كلمه معالي وزير اعلام وزير الدوله لشؤون الشباب بهذه المناسبه. الراحل القدير احمد الصالح وما قدمه هذا الفنان من عطاءات كبيره للعمل الفني والمسرحي في دوله الكويت وايضا في دول الخليج والدول العربيه. وندعو للفقيد الرحمه ولصائد اهل الصبر والسلوان ان شاء الله. ياتي المهرجان الثاني للمونودراما لتاكيد حرص الكويت على دعم المسرح واعاده المسرح الكويتي إلى ما كان عليه من تفوق فني مميز ضمن منظومة العربية المسرحية وأيضا في دول مجلس التعاون الخليجي. هذا المبادرة وهذا المهرجان وبحضور أساتذة كبار من العالم ومن دول العربية يؤكد على العودة قريبة وفاعلة للمسرح الكويتي. وعن قريب سوف يصدر هناك او سوف تصدر هناك لجنه عليا لتنظيم العمل المسرحي في الكويت وتسهيل كافه التسهيلات المطلوبه لانطلاقه كبيره وتعزيز مسيرته. وفي هذا المجال اسجل شكري الخاص للسيد جمال اللهو رئيس المهرجان وايضا الى المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب على جهودهم لدعم الحركه المسرحيه مرحبا بالفنانين الكبار في بلدهم الكويت شاكرا جهود الوسط الفني لاحياء العمل المسرحي على افضل الاسس. شكرا للجميع وشكرا للجنة المنظمة. الليلة. طبعا هذه كانت كلمة معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بخصوص الفقيد الراحل الفنان أحمد الصالح. وإحنا قاعد نتابع كلمة معالي الوزير أبو حمود قال لي بقول كلمة أول ما شاف صورة الوزير. الحقيقة بعد إذن فضل. أبو محمد وإذنك أخذ راحتك طالما الحقيقة نشد على إيد هذا الوزير الشاب
وعلى قولتهم مكانه صح ولا هانوا اخواننا اللي مسكوا وزارة الإعلام، إلا أن ساعات الشخص اللي تخوف منه ها هو اللي يفتح لك صح يعني. وهذا دائما حتى سمو رئيس مجلس الوزراء الله طال عمره الشيخ جابر المبارك صباح قلت أنت اخترته صح يعني بتوهم مع احترامنا اللي سبق كلهم على عيننا وراسنا. فإنجازات هذا الرجل وأنا بقيت أشكره باسمي واسم الفنانين ونقابة الفنانين أيضا فنانين. تسمية مسرح السالمية باسم الفنان عبد الحسين عبد الرضا. هذه البادرة الطيبة أيضا الأخ علي اليوحى رئيس مجلس الوطني للثقافة والفن والأدب والأمين المساعد محمد العسعوسي اليوم أيضا يكرم الفنان في حياته، هذا شيء يعني حلو. بادرة جميلة أي والله. فشكرا معالي الوزير على هالبادرة الطيبة، وهذا اللي بغيت أقوله يعني أكيد. اسمحوا لي لا 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 عزيزي يستاهل أبو صباح، يستاهل أبو صباح. إحنا ما نقدر نتكلم لأن إحنا موظفين وأبناء وإخوانا، وهو عارف حجم عطاء اللي قاعد يقدمه، ولكن نتمنى الظروف والوقت يساعده وأيضا زملائه في الحكومة. قبل شوي شفنا كلمة مع الوزير أستاذ العزيز، وكان هناك مهرجان للمونودراما، تكلمنا عن هذا المهرجان. والله هذا المهرجان يعني هذا مهرجان أتى عن رجل المكافح جدا يعني جمال صح جمال له ربما يبدو مع الناس بسيط ولكنه مفكر ومخطط ومنظم ويمتلك ماهية ومعرفة إدارة المهرجانات سواء في مطبوعاته في علاقاته في معرفته. حتى المهرجان عامله مونودراما، لكن لو طلعت الكتيبات كلها عن تاريخ المسارح الكويتية، تاريخ المسرح الخليجي الشعبي العربي الكويتي بكل ما قدم، لما تي دعواته الناس قبلته كلها وقدمت عروضها سواء العربية أو العالمية أو المحلية كلها عطاء بالبداية له شخصيا بحيث يبون يدعمونه. فلما دعم هذا الدعم من الفنانين الكبار سواء من الكويت او خارج الكويت، يعني عبد الحق الزوالي من المغرب، من اوروبا انجيلا داي بنتو من الكويت، جاسم النبهان من واسماء يعني حضرتك كلها يعني فقدم. فلما انا اعتقد بان وزاره الاعلام والمجلس الوطني لما شعروا وعرفوا بمن خلفه من فنانين تشجعوا للوقف خلفه أيضا بدعمه بالطريقة التشجيعية، ما نقول بالدعم الكامل ولكن بالطريقة التشجيعية، وهذا فعلا ينبئ بأن معالي الوزير في حضوره يعني ينبئ بإيمانه فيه. والحقيقة كلمة أمتعت الفنان طارق علي، أمس كنت متواجد أنت، شلون شفت العرض؟ لأن أنت فنان رجل صريح حقيقة ما تجامل. لا شوف أول شيء بس عشان هم أيضا الناس تعرف يلا. اليوم جمال له هو إنسان ملك في العلاقات العامة ما شاء الله وبالإنتاج، يعني أنا تعاملت معاه أيام بصقر مسرح الجزيرة، واشتغل ايضا في شركة كوكاكولا ايضا اعتقد في التسويق او الامور هذه قدم يعني. صار عنده في مهرجان الفجيرة ايضا الملودراما مع محمد الضنحاني نعم الشاعر الاماراتي، فصار عنده خبرة وكيف تدري حتى على مستوى العائلة أسرة الله الكرام وعلى عيني وراسي أسركم الكريمة أسلمك. يسوي جمع لهم ما شاء الله عليه جمال ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظه ولا يفرق أسرتهم الكريمة وأسركم. شاطر حلو. بالنسبة للمونودراما فكرة جميلة الحقيقة. العرض أمس شلونها؟ العرض أنا قلت لك أخاف من هذا الرجل وأقوله قدام الحين، وقلت له الحداد معروف في شطحاته حلو مجنون فن رزين وعاقل كرجل والنعم فيه أبو محمد، لكن من داخل الفن يلعب داخله يسمونه مجنون الفن، يطلع لك شغلات حلوة. ترى الجنون الجنون أحيانا يكون لا لا مو جنون طبعا إبداع هو محمد لا لا احنا نسمي جنون الفن انه يطلع له شغلات أكيد مو بعد يحسبون علينا لا محمد والنعم لا لا إبداع. اشتغلت تحت ايده من 30 سنة وانطقيت ترى لا قصد ان امس عرض حلو كان يعني صراحة. انا شفت مونودراما بعضهم يتكلم عن مثلا الشيء ما لكن واحد يفسر قصيدة يقول هذه كلمات اغنية ام كلثوم بعد راح يتكلم عنها هو افضل مني
أنا قاعد أطالع هذا منه، وشوقنا لما قام من القصيدة بعدين تعدد بلهجاته كويتي على مصري على لغة عربية ما شاء الله، فكان حلو ووقته كان أيضا خفيف وحلو. فأنا هني أبو محمد يعني الحقيقة، وأقول له يعني أنت عوضت المهرجان اللي طاف، قد يكون كل واحد له رأي، لكن حلو. أيضا شطحة جديدة من شطحات أبو محمد. حلو. أبو محمد الفنان عبد العزيز الحداد، بكلمة واحدة شلون تشوف مستقبل المونودراما؟ باهر باهر إن شاء الله، باهر جدا، لأن كون وضعوا إيدهم في أعلى سلطة الدولة بالنسبة لل على مستوى وزارة الإعلام ممثلة بالوزير، حلو. والمجلس الوطني ممثل بأمينها العام والمساعد، بنفس الوقت يمكن أستاذ طارق يدري واللي كانوا موجودين من كل الطبقات السياسية، حلو. الفكرية، حلو. القامات يعني أنت على أعضاء مجلس الأمة، أكيد. وكانوا مدعوين، مو قصدي دعواتهم كانت دعوات عادية، كان حاضر قدومهم نائب الشايع ممكن عن شخصيات الأستاذ يعني لا لا أقصد حتى مسؤول مجلس الأمة، لو ذكرت شخصيات أنا أبهل يعني أكيد. أبهجتني مثلا آراء أكيد. أنا شادي الخليج لما يوقف إيه ويقول لك كلمة من هذا النوع، ولا يعني أسماء الحقيقة ما ودي، لكن كانوا شادي الخليج على فكرة يعني الرجل كان حتى قال أنا تعبان شوي مريض وديش مسكين تعنا رسالة المسرح بخير الحمد لله، المسرح يعني بخير بوجودكم إن شاء الله، إن شاء الله. إحنا صراحة بوجود أمثالكم ما تكفينا الوقت هذا وبرنامج صباح الخير، وإحنا ملتزمين في فقرات، نتمنى إن شاء الله نلقاكم في لقاءات أخرى، وتشرف تواجدكم بحد ذاته، هو رسالة وفاء للفنان القدير الراحل أحمد الصالح. كل الشكر على تواجدك الفنان طارق العلي، كل الشكر على تواجدك الفنان عبد العزيز الحداد. مشاهدي الكرام، كان هذا لقاء جميل ورسالة وفاء من الفنان عبد العزيز الحداد والفنان طارق العلي، فقيد الفن الكويتي والخليجي والعربي الفنان أحمد الصالح رحمة الله عليه. نتوصل الحين معكم ونجيب القحطاني.